اهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج مع خليل وسلام. بس كمان مثل ما بتصير وقت لوقت سلام مش هون اليوم, وحقلكم ليه. لانه اليوم ما بعرف ليه, هلا اكيد اذا شفتوا حلقه البيانو بتعرفوا انه صرت حابب كتير الليجو, وصرت عن جد مغروم بالليجو بقى. البيانو كان فظيع وصرت عم بعمر كتير لحالي, بس هلا جبت وحده جديده قلت خليني اعمل حلقه عليها وجرب عمرها, نعملكم تايم لابس مزبوط مثل الخلق نحن وعمرها. وسلام ما بيحب الليجو بقى, حنقول انه سلام هون 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 هلا بيبين معنا سلام. بس سلام بيهرب دائما على الليجو. تايم لابس, خلينا نبلش. سلام 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 يا سلام 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 سلام. بقى اليوم اللي كان بدي فرجيكم واحكيكم عنها هي الليجو تكنيك. هلا اكيد ليجو عندهم كتير موديلات, عندهم ليجو ايدياز, ليجو للكبار للصغار, بس هيدا اللي عجبني فيها وقلت بدي اجربها انه هيدا البوغي بيتعمر اوف رود بوغي وبيمشي مع عنده ابلكيشن ليجو تكنيك كنترول, وبيصير ريموت كنترول كار. يعني مش بس منعمره, بس كمان منصير نقدر بعدين نلعب فيها ونتسلى. و apparently it's supposed to be really good. بقى هيت نشوف. اوكي, application control connected by bluetooth, batteries not included. منعوز 6 AA batteries هيني. يعني بركي خلينا نشوف, بركي 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 عن جد مهضومة, بركي اخوات, بركي انا ولد كبير. بس على كل حال خلينا قبل ما نبلش نعمرها نفتحها نشوف شو بيجي جواتها. بقى خلينا نكب كل شيء على الطاولة, فضية العلبة. اوكي, خلينا نحطها هون وخلينا نشوف. اوكي, سو lots of pieces. ما شكلها it's a big build. موتور وهون عنا the main motor اللي هو نحط جواته البطاريات. والحلو مع ليجو انه دايما عندهم really really detailed manuals. يعني منشوف انه it's really really well explained. بقى ما مفروض نغلبت كتير بالبيلد. بقى this should be a fast one مبدئيا, مش مثل البيانو اللي اخذ معي شي جمعة. بقى خلينا نبلش. Let's go. خلصنا البيلد. ضعيف ضعيف. بيلد ما اخذ كتير وقت, اخذ شي ساعة ساعة وشوي. هلا بتكونوا شفتوا التايم لابس, ان شاء الله يكون زبط لانه انا ما بعد ما شفته. بس it's a very nice build, كتير بيسلي مثل ما شايفين. باقي ماكن كتير actually بتحسوا انه very solid. instructions كانوا كتير هينين مثل العادة مع ليجو, very detailed. وقلت خلينا هلا نجرب المشي بعد ما جربت. دونك الابليكيشن ليجو كنترول تكنيك, اكيد في كذا منشوف هون, يعني لانه عندهم كذا موديلات. كات بولدوزر, مرسيدس بنز تراك, اكسترا, فولفو هولر, اكسترا اكسترا. كل الموديلات التكنيك اللي فينا نستعملهم مع ريموت كنترول. بقى هون نحن حنعمل الاوف رود باجي, حيعمل كونكشن
حتفتح بعتيد حيطلب منا اما اعمل كونكشن press the green button on the hub هون نشوف very accessible لك بسوق وهلا دغري automatically bluetooth connection automatically بيعمل connecting و connected بقى ما في اهين من هيك بنشوف هون الكنترولز بقى هون عنا فينا نعمل اصوات بعتيد بيطلع من التليفون probably زمور عن تليفون اوكي اوكي اصوات مهضومين واذا بنكروس هون بصير عندنا التو واي كنترولز لكن هول بعتقد للدوليب وهيدا تقرب ونرجع هلا هون على المكتب ما بعرف قد ايه حنقدر First crash. هيتا نشوف لكن حنشوف إذا new achievement بيقلي rolled it. Okay. هيتا نشوف. لا solid يعني solid بيحمل crash. بدنا نشوف. لا 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 لا. اوكي ما بعتقد حنقدر لانه سريع يعني thing اللي ما كنت منتظره انه شوف انه يكون هالقد سريع اكيد it's not like one of the buggies اللي بنشتريهم remote control انه بقى عملي بس انه it kind of is a solid build و اكيد انا حاطلع اجربه هلا شيء ما خلص الحلقه بس في لكم انه بس انا عم بقدر الريموت سريع هون بنشوف انه على الريموت عندنا angles بيعطينا some information about our buggy فينا نلعب against a virtual opponent again victory against a virtual opponent mechanic out of sync بيعملنا service ensure calibration okay done complete so فينا نعمله service وقت بدنا وهون عنا full battery يعني very nice model. It's not a very expensive model. حقه تقريبا $60. It's nice. لأنه you enjoy. You build it. You spend some time. إذا واحد بيحب الليجو builds. سلينا بالبيلد. هلا حروح جرب سوقه. حاحط لكم لينك مثل العادة وين فيكم تجيبوه. Good value for money. I think solid. يعني really really nice. سلام اشتقنا لك. بعرف إنه مثل ما قلنا ما بتحب الليجو وما بتحب العذاب بس انه بنشوفك بالحلقة الجاي اذا عجبتكم هالحلقة او اذا بليز سبسكرايب في السبسكرايب بوتون حطوا البيل هيك دايما يجيكم نوتيفيكيشن وقت ما نطلع حلقة جديدة و thank you guys for watching مثل العادة ان شاء الله صلتكم هالحلقة وعطتكم افكار هدايا من لكل محبين الليجو وبشوفكم مرة جاي بحلقة جديدة من أريبيا أنبوكسينج